يحبس الجزائريون أنفاسهم إلى غاية أمسية الأربعاء تاريخ إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن اسم البلد المنظم لكأس أمم إفريقيا 2017 التي تتواجد الجزائر في وضعية جيدة للفوز بها بعد تصويت أعضاء المكتب التنفيذي للكاف والمقرر صباح الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة. يأتي ذلك وسط استعدادات تنظيمية ومالية مضبوطة بالملف الجزائري المقدم للهيئة القارية، بما أن تنظيم منافسة بحجم كأس أمم إفريقيا لا يشكل فائدة مالية كبيرة للجزائر مقارنة بما يجنيه منظمو كأس العالم أو كأس أمم أوروبا. وستعرف الجزائر منافسة قوية من الغابون وغانا التي وضعت أيضا ملفات ترشحها لاحتضان الحدث بعد انسحاب ليبيا عن تنظيم كان 2017 بسبب الوضع الأمني الذي تعيشه البلاد. وعقب تعيين البلد المنظم للمنافسة الإفريقية المقبلة تجري الهيئة القارية عملية القرعة الخاصة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2017 والتي ستنطلق ابتداء من جويلية 2015 بمشاركة 52 دولة توزع على 13 مجموعة تضم كل مجموعة 4 منتخبات. وتعرف أشغال اللجنة التنفيذية للكاف حضور وزير الرياضة محمد تهمي الذي تنقل إلى العاصمة المصرية القاهرة من أجل دعم وتقديم آخر التطورات حول ملف ترشح الجزائر. هذا واستبق وزير الرياضة محمد تهمي اجتماع تنفيذية الكاف لتبرئة الجزائر من شائعات تحدثت عن تلقيها لضمانة بحصولها على شرف تنظيم البطولة الإفريقية. ورغم أن حظوظ الجزائر تبدو أوفر في ظل الدعم المصري الذي تلقاه فضلا عن أنها لم تتشرف باحتضان أي بطولة منذ بطولة 1990 بالجزائر التي فازت بلقبها آنذاك، إلا أن حديث وتصريحات المسؤولين الغانيين والغابونيين حول تفوقهم في لعبة الكواليس للفوز بتنظيم الكان تلعب دورا مهما في حسم القضية، حيث ستكون لعبة الكواليس حاسمة في آخر منعرج من أجل الفوز باستضافة الثالث أقوى بطولة في كرة القدم في العالم والتي ينتظرها بشغف كبير عشاق الكرة في القارة السمراء.